صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحال الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة لنهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان. خلال ساعات النهار تسود أجواء صافية مع 25 درجة مئوية، المحسوسة 24، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية نشطة أسرع. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية. عجلون 24 ل14، إربد 26 ل15، جرش 27 ل15، والمفرق 28 إلى 14 درجة مئوية مع الطقس صافي بشكل عام. المنطقة الوسطى الزرقاء 28 ل16، عمان 25 ل14، نفس الحرارة في كل من البلقاء ومأدبة، أما البحر الميت 32 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 24 ل13، الطفيلة 24 ل14، الشوبك 22 ل13، العقبة 34 ل23، ومعان 30 إلى 17 درجة مئوية. ننتقل للمنطقة الشرقية، الأزرق 33 ل16، الصفاوي 34 ل17، ورويشة 33 إلى 18 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.